بشكل اكبر. خلينا نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان ورئيس القناة الاهلي والمتواجد في استاد مختار التتش بالجزيره. يا شريف مساء الخير عليك. مساء عليك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا شريف، طمنا الاخبار عندك ايه؟ خليني اقول لك ان التمرين بدا في الخامسه مساء، يمكن تحت شعار تدريب بدني خالص، يمكن تدريب بدني النهارده مستر فايلر وضغط الجهاز، كان حريص يكون اليوم تدريب بدني فقط، قسم المجموعه اللي موجوده على مجموعتين، مجموعه ادي التدريب بدني، كل مجموعه ادي التدريب بدني الاول حوالي نصف ساعه، وبعد كده راح اقسم الفرقه المجموعتين مجموعه بتعمل تدريب بدني، ودخل في وسط هذه التمرين البدني ايضا تخصص على الجول، هيبقى يعني التمرين كان مرتب بدني وتخصص على الجول لكيفيه انهاء الهجمه، والمجموعه الثانيه دخلت الجيم، وبعد نصف ساعه المجموعه اللي خلصت التدريب البدني والتخصصي دخلت الجيم، واللي كان في الجيم دلوقتي بيجري اخر يمكن وحده التدريب البدني بجانب التخصص على الجول. النهارده مستر فايلر بيحاول يحافظ طبعا على المخزون البدني اللي كان مبني في فتره الاعداد في اول الموسم، الراجل بيحاول يحافظ على هذا المخزون ويزوده اكثر كمان في فتره التوقف علشان خاطر المجموعه اللي هي بعيده عن المجموعه الدوليه تكون تجاري المجموعه المختاره طبعا في منتخب مصر الاول، اول منتخب الاولمبي، علشان باذن الله يوم 19 يكون القائمه كلها جاهزه لمباراه الزمالك ويختار براحته بقى التشكيل اللي ممكن يبدا بيه. عاوز اطمنك ان انا يعني نمسك الخشب ما شاء الله، بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، محمد محمود لافت النظر في التمرين، لفت نظر الراجل بيتكلم معاه كتير، يبدو ان الراجل بدا يقتنع بقدرات محمد محمود، لفت نظره وعمل حاله في التمرين، حاله كويسه جدا جدا جدا، يا رب باذن الله يسلمه من كل اصاباته ويسلم النادي الاهلي من كل اصاباته وتكمل على خير. المستوى البدني بتاع فريق النادي الاهلي مطمئن الى الغايه، فيا رب باذن الله تكمل على خير ويكون الفتره القادمه للنادي الاهلي كلها انتصارات انتصارات انتصارات. فيما يتعلق بعمرو السوليه، هل هو متواجد دلوقتي في التمرين او بالتحديد في البرامج العلاجيه الخاصه به في النادي الاهلي، ولا لسه هيجي سواء النهارده او بكره، ولا الامور بالنسبه له ماشيه ازاي يعني؟ عمرو السوليه النهارده من الساعه 10 الصبح كان موجود في النادي وشغال برنامج المستشفى علشان يرجع مره اخرى للملاعب، يمكن كان عنده ورم، الورم بدا خلاص يتلاشى، بعد تلاشى الورم على طول هيبدا ينزل يعمل التدريبات البدنيه باذن الله. طمنا بمطمن جماهير النادي الاهلي باذن الله باذن الله عمرو السوليه هيكون متواجد في المباراه المقبله. محمود متولي ايضا شغال بقى له رابع يوم في برنامجه التاهيلي، كريم نفت ايضا شغال خلاص في المراحل الاخيره، مروان محسن ايضا كمان بدا في برنامج التاهيل، يمكن الاصابات الحمد لله نتكلم في اقل من شهر باذن الله وما يكونش عندنا اصابات باذن الله في الفريق ان شاء الله باذن الله. طيب فيما يتعلق بعدد اللاعبين في المران قدامك دلوقتي يا شريف، حوالي كام لاعب بيتمرن في النادي الاهلي خصوصا في ظل العدد الكبير في المنتخبات المختلفه؟ بالتحديد حوالي 17 لاعب غير الحراس، تتكلم في العربي بدري ومنعم السيرت باك، يعني تتكلم في حوالي 15 لاعب الكبار يعني، واثنين ناشئين غير الحراس، احمد طارق وشريف اكرامي وعلي لطفي، بيأدوا تمرينه مع مدرب الحراس، تمرينه ولا اروع ولا اجمل، ثلاثه بيثبتوا جدارتهم في تدريب الحراس، ان مستر فايلر حريص يعني الان يتكلم مع شريف اكرامي وعلي لطفي في التمرين، يتكلم معاهم في تمرين تخصصي، لان الاثنين بيقفوا على حده، يمكن واحد يقف شويه واثنين يقف شويه، فعلى طول فايلر تعليماته مستمره لعلي لطفي ولشريف اكرامي. طيب تمام، انا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. شريف شعبان مراسلنا العزيز ومراسل قناه الاهلي، واللي قال لنا اخبار مران الفريق النهارده.